ولنقاش ملف التغييب القسري والمعاناة التي يلاقيها ذوي المعتقلين والمغيبين لمعرفة مصيرهم، ينضم إلينا عبر سكايب من أنقرة ناشط الحقوقي العراقي جمال العبيدي. أهلا بكم سيدي. سيد جمال، هل تسمعني؟ معكم جيدا أختي، أسمعك. إن كنت تسمعني سيد جمال عبر الهاتف، لا تزال أزمة المخفيين قسرا في العراق من الأزمات التي تتفاقم باستمرار. كيف يمكن تقييم موقف المجتمع الدولي من ملف المغيبين قسرا في العراق؟ في البداية حياكم الله أختي العزيزة، ونشكر جهودكم المستمرة للكشف عن معاناة هذه الناس المظلومة. أما بالنسبة لجهود المجتمع الدولي فهي جهود لا تكاد تذكر. تعلمون أختي العزيزة أن هذا المجتمع الدولي هو من أتى بهذه الشرذمة الحاكمة المجرمة التي عاثت في الأرض فسادا وقتلا وتشريدا وتدميرا. نعم. فأنتم ترون من وضعوا في الواجهة، وضعوا الوجوه الناعمة لهذه الميليشيات والتي تدار عمليات القتل والتغييب والاختطاف كلها من خلفهم، فقط مجرد وجوه ناعمة تلبس البدلة والرباط لتسيير العمليات، وهم مجرد أدوات لا يحكمون. الحكم كله بيد القتلة، بيد المجرمين. ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في تفاقم أزمة المغيبين؟ ونتحدث مثال عن ذلك عما سمعناه قبل قليل في التقرير على لسان أحد زعماء هذه الميليشيات وتأكيده بأن الذين تم اعتقالهم قد قتلوا. أختي العزيزة، الميليشيات لا تنكر ولا تتردد في الاعتراف بجرائمها بكل وقاحة، وهذا ما شاهدناه على لسان هذا المجرم الكبير الذي يظهر الآن كحمل وديع، وهو من أكبر القتلة بكل الفيديوهات بحرق الجثث وغيره من المجرمين. أما هذه الممارسات الكل يعرفها، هاي الميليشيات هي تديرها ولا زالت في كل يوم تدير هذه العمليات باحترافية وبنظام وتحت غطاء الحكومة، حكومة مجرد تدير ملفات الرواتب لا غير. الملفات المصيرية، القتل، التغييب، الاعتقال، الاختطاف، كلها بيد الميليشيات، الحكومة مجرد واجهة لا غير. كحقوقيين، هل رصدتم أي دور للحكومة للحد من جرائم الميليشيات في ملف الإخفاء القسري؟ الدور الذي تمارسه الحكومة دور خجول، يعني لا يمكن أن يتعدى باب المنطقة الخضراء، لأنها الحكومة جبانة، يعني لا يوجد قرار. يأتي رئيس وزراء مخضوب جبان لمدة 4 سنوات، يأخذ المقسوم ويذهب. يعني لماذا نعتب على رئيس الحكومة وهم ممثلين هذه المناطق؟ وأنت ترين كلهم في الصف الإيراني من التحالف الجديد عزم وغيره، كلهم فقط يذكرون هذه الجريمة فقط في وقت الانتخابات، مجرد انتهاء الانتخابات لا يتذكرون وينسون الموضوع إطلاقا. فحكومة وكل ما فيها مساهمين بصورة مباشرة بهذه الجرائم. جريمة الإخفاء القسري كما هو معروف هي جريمة متعدية، فلا تقف عند من تم إخفاؤه فقط، بل تمتد لأهله وذويه. لماذا برأيك تلجأ بعض الأنظمة حتى الآن لهذه الجريمة رغم تجريمها دوليا؟ يعني أختي العزيزة، كلنا نعرف والمجتمع العراقي والعالم يعرف أن هذه الحكومة ميليشيا، أن هذه الحكومة قتلة لم يأتوا من نظام سليم، جاء بهم المحتل. كل الحكومات المجرمة القاتلة تتجه إلى هذه الأساليب الخبيثة، وهي إطلاق يد الميليشيات القتلة التي يديرونها بالسر لارتكاب الجرائم والتصفية لتنفيذ الأجندات التي جاءوا بها. يعني مثلا هذه الحكومة عندما أرادت تصفية والتغيير الديموغرافي بهذه المناطق لم تدفع بقوة نظامية منظمة لإجراء هذه العملية، طبعا دفعت بهذه الميليشيات القتلة المجرمين السفاحين للقيام بهذه العملية بعيدا عن القانون، وهم من وراء الغطاء هم الذين يديرونهم ويوجهونهم طبعا.
الكثير من المنظمات الحقوقية دعت الحكومة الحالية للتحرك في هذا الملف والتعامل بشكل أكثر شفافية والكشف عن مصير المغيبين قسرا. كيف كان تعامل الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال مع مثل هذه المطالب الحقوقية الدولية؟ نعيد ونكرر، التحركات مجرد تحركات صورية. كيف برئيس وزراء جاءت به هذه الميليشيات وهذه الزمرة التي جاءت به ونصبته والكل يعلم، لم يأتي رئيس وزراء إلا بموافقة هذه الميليشيات، لأنها هي التي تملك الدولة بسلاحها وعدتها وعتادها. فكيف بهذا رئيس الوزراء المهزوز الخاضع الذي جاءوا به إلى السلطة أن يفتح هذا الملف الكبير، وهذا الذي لو فتح بإرادة قوية ورئيس وزراء طلب جاء من يعني من صلب الشعب لأعدمهم جميعهم هؤلاء المجرمين، لكن رئيس وزراء صوري جاءوا به، فكيف يفتح هذه الملفات؟ الكل يعلم، يعني مجرد أدوار يتبادلونها. جاء المالكي المجرم الأكبر، بعده العبادي، ثم عادل عبد المهدي، ثم هذا الجبان الآخر الكاظم، وكلهم نفس الشيء، كلهم جاءت بهم الميليشيات ولا يحلون ولا يرضون. شكرا جزيلا لكم الناشط الحقوقي جمال العبيدي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة التركية أنقرة.